الحكمة الأكيدة: حياتك ملهاش نهاية سعيدة، قولي مين في الدنيا حبك؟ مين في مرة وقف جنبك؟ كان في ظهرك لما مالت الدنيا بيك، وما نزلت دمعة منك قدر انه يحتويك، وما الكون بحاله باعك كان هو بس اللي شريك. قولي مين؟ أهلك؟ ناسك؟ امتى ده؟ وكله عدى عليك وداسك، بس فالح وجعل راسك باللي راح وما كانش ليك. شغل سبته يا عم عادي، بكرة تلقى ألف فرصة. حبيب خسرته برضه عادي، ومن غير ملامة أو ندامة، مش هو باعك؟ بالسلامة بالسلامة. بكرة وراه ألف زير، هو يعني كان وزير أو أمير ولا جماله ملوش مثيل؟ بالسلامة. اسمع، إياك تقبل في يوم إهانة، اللي باعك لازم تبيعه، وكوا الفتحة في توديعه، اعتبره مات أو قطر فات، والسنين اللي بينكم يا دوب ساعات، واعمل له مسح من الذكريات. ثم إيه كان يعني ذنبك؟ إنك عبيط أهبل بسيط، دايما بتضحك وبتفرح لغيرك، شايل هموم بتهد حالك وانت ساكت وماشي تضحك، صابر وراضي والخلق تشهد. دول حتى قالوا لما شافوا الضحكة فيك، ما عندوش مشاكل ولا اي حاجة، الضحكة عادة وهي فيك. وما عندوش هموم، ينام يقوم مزاجه عال، واللي قال عليك شمال وانت راجل شال على ظهرك هموم جبال. ويسألوك ازاي الحال، تضحك وتكذب وتبان سعيد، عبيط اكيد لكن بطل. بص الهطل، اسمع يا سيدي، شوف قالوا عنك ايه. قالوا صايع ماشي يجوا ورا البنات، واللي قال عليك ده ضايع فعلا يتفات له بلاد. ثم يجوا الواحدة مثلا، شوفوا خارجة لابسة ايه، اصلها رايحة تقابل الواد بتاعها في الكافيه. مش هنفرح بيكي يا اختي، جايبين لك عريس اما بيه. بتقولي جامعه؟ جامعه ايه؟ بقت ترد والله كبرت، هو ده اللي اتربت عليه؟ غير بقى قالوا وقالوا، محدش ابدا باصص في حاله، بيقول خصوصيه ايه اللي جراله؟ الواد اتجنن باين، بس نكته حلوه منه، مع انه واد كئيب. اما طلبك ده غريب، اسمع شاطر، خد بقى الجملة المفيدة، اللي عاشوا قبل منك ما شافوش ليلة سعيدة، وانت عايش على كذبة اسمها نهاية جديدة. بص ما تحاولش، طوعني دي حاجة بعيدة، وهي دي الحكمة الأكيدة.